لواء هشام امنه مثلا محافظ البحيره اللي مسك وزير التنميه المحليه مش جديد على الراي العام، لانه كان في الحرس الجمهوري ومنها الى الاداره المحليه ومنها الى محافظ البحيره، وحقق الحقيقه في محافظ البحيره انجازات غير مسبوقه على كافه المستويات التنمويه والامنيه. الحقيقه يعني هشام امنه ده وزير التنميه المحليه الجديد، يعني مش عايز اقول انه في الاداره انا تابعته بنفسي وشفته في شغله في محافظه البحيره وما تم انجازه، وبيعمل كاداره على مدار الساعه لا يهدأ الحقيقه يعني. فكان عباره عن دينامو متحرك في عمله في محافظه البحيره. الحياه كريمه، شق تنموي، شق مواجهه الخارجين على القانون، انفاذ القانون، عمليه التعدي على املاك الدوله واراضي الدوله والمخالفات، وايضا محاربه الارهاب وحياه كريمه. يعني هشام امنه انا شفته اكتر من مره في اكتر من مناسبه، يعني عباره عن مقاتل بدرجه محافظ، وظني انه اختياره الى منصب وزير التنميه المحليه اختيار يعني رجل مناسب في مكان مناسب في تقديري ومش مجامله، لكن فعلا هشام امنه احد هؤلاء الاسود في الاداره انجاز التعبير ومش ببالي.